السلام عليكم جميعا أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أحيي هذه المناسبة العطرة ذكرى ولادة الرسول الأعظم وحفيده الصادق جعفر عليه السلام، سائل المولى أن نكون ممن ينال شفاعتهما يوم الحشر يا الله. كما أشكر الأستاذ على هذه الكلمة حقيقة التي ملأها بالصلوات المحمدية، وهذا الاحتفال خليق بأن يكون تحت نظر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإلى ضريحه الشريف نهدي له أعلى الصلوات على محمد وآل محمد. ماذا أقول بحسنه وجلاله، وهو الذي بلغ العلا بكماله، والله أقسم في الكتاب بجمال الشمس إذ كشفت دجى بجماله، وهو الذي حسنت جميع وعلى المدى يا سامعي صلوا عليه وآله. نور الجلال أقبل إشراقه عم الملا، الياسمين أريجه فيه الجمال اكتملا. نور الجلال أقبل إشراقه عم الملا، الياسمين أريجه فيه الجمال اكتملا. نور الجلال إشراقه عم أريجه فيه الجمال اكتملا، وصفك فيه الجمال اكتملا. هام الفؤاد محلقا ومغردا يترنم في مولد الهادي البشير، صلوا عليه وسلم عفية، صلوا عليه وسلم يا بصيت، صلوا عليه وسلم. وفيك يا خير البشر قد حار لبي والفكر، يا سيدي أهزوجة تشع في قلبي الدرى، حيرتني بين الملا، أنت الملا ذو والعلا، الله والشمس منك تنورت، يا خير من وطئ الفلا، يا خير من وطئ الفلا.
زاد البيان تألقه وإذا المشاعر أقبلت هبت إليك تدفقه جئناك أنا نشوف أحرفا يا رسول الله يا عارفا معنى الوفا قد تاه منك متيم رفقا رفقا به أنت القفا والشعر فيك تبعثرت أوراقه والأنغما ما أنت إلا أنجم أضفت عليك مغنما وإذا الذنوب تكاثرت وتصيرت مثل الحجر جاءتك أدمعه ترجو من الله الغفا ترجو من الله الغفا ترجو من الله الغفا يا رفع الصوت الصلاة على محمد وآل محمد يدعو النفاع كل القلوب إلى الحبيب تميل يا علي يحب رسول الله إلى حبيب الله وين وينك يا علي؟ عفية إيه خلي يا علي يا رسول الله وراعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل الله يا صلى على محمد وآل محمد كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل ما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب كريم ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حين ما كان زين لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل
هذا لرب العالمين رسول، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل، لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحفية، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت صارت دموع العاشقين تسيل، هذا الغمامة ظللته إذا مشى يا رسول الله، هذا الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا حبيب يقيل، هذا الذي شرف الضريح بجسمه منها جهول السالكين سبيل، لكل القلوب إلى الحبيب يقيل، ومعي بذلك شاهد محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. صوتك حلو يا مستمعي النظام، صلوا على صلوات حلوة نويتراتية الله، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع يوم الدين. يروى أن آمنة بنت وهب لما دخلت في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله لها وليس فيها أثر ولا وجع وكانت منفردة بدارها، إذ سمعت ضجة عظيمة ففزعت منها، وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف، وهي حامل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير. وبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال تفوح منهن روائح المسك، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض، وقالوا لها اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين، فشربت منه آمنة. يا مستمعي النظام صلى الله عليه وسلم.
صل على محمد وآل محمد. ثم قالت آمنة: لما شربته أضاء من وجهي نور ساطع، فجعلت أقول: من أين دخلت علي هؤلاء النسوة؟ وكنت قد أغلقت الباب على نفسي، وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن. ثم قلنا: يا آمنة، أبشري بسيد الأولين والآخرين محمد. الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان حمر المناقير. يا مستمعي النظام استعدوا للقيام. قالت آمنة: فبينما أنا متعجبة من ذلك ومما رأيت منهم، إذ أضاء البيت نورا وهبت رائح عطرة، وإذا بي وضعت بابني محمد.